هذه الأيقونة، هذا القديم المفافي، يسمونه مفافي، هذا المفافي إديتور، فيديو إديتور بلس 2020 أو 2020. أنا السنة هذه ركبت المفافي اللي هو مفافي فيديو سوت 22 2022، وفيه كذا ميزة. هذه هي الواجهة الداخلية أو الانترفيس الخاصة في مفافي سوت. طبعا مفافي سوت في داخله اكثر من برنامج، احنا بنراجع للدور اللي هو مفافي فيديو اديتور بلس، واللي هو اغلب الناس تتمله. فهذه النقطه اللي انا بتكلم فيها، يعني لا تشغلون بالكم فيها كثير، بس انا يعني بعطي فكره عنها فقط. هنا من الاشياء المميزات اللي تقدر تسويها، انك تقدر تعمل لك يعني الملفات اللي عندك تسوي لها تاج تحطها تحفظها هنا، وبعدين تقدر تحفظ يعني تبحث عليها او تبحث عنها داخل اللايبراري حقت المفافي حقت البرنامج. طبعا اللايبراري اصلا هي موجوده على الهارد ديسك، داخل من الهارد ديسك الخاص فيك. هذه توتوريال، على قولت توتوريال يعني البرنامج. هذا الانترفيس، نخليه هذه الاشياء اللي انت سبق انك سجلتها او انك حفظتها او انك يعني سويت لها سكرين كابتشر يسمونها. اذا هذه الواجهه خاصه في مفافي الفيديو سوت على قولتهم 22 على 2022. اول ما تجيك هذه البرامج اللي موجوده، هذه هي، هذه كامل البرامج لو تنزل فيها تحت، هذه كل البرامج اللي موجوده يعني مسموح لك تستخدمها. وفي بعضها زي هذا بيت انه لازم تدفعها، تدفع قيمته يعني. وفيها شيء لا، انت يعني بتكون مالك كل البرنامج هذا. هذه ملفاتك، اي شيء انت سجلته صورته التقطته بيكون تحت هذا. هذه البرامج ايضا، وهذه السيت اللي موجوده على موقعهم. احيانا يكون يقدمون عروض، مثلا يكون فيه مؤثرات باكج، تجيك مؤثرات باكج مع برامج فتكون موجوده. واحيانا يسوون لها يعني بعضها ما بعد يعني ما بعد يطلقوه، فيقدمون لك خاصه اذا كنت معهم قديم هم، لانه يكون لك حساب اول ما تشتري، يكون لك حساب عندهم. هذا اهم شيء، انك لازم تسوي حساب على موقعهم حتى يكون تحفظ الرقم التسجيل حقك الخاص بالبرنامج وملكيتك البرنامج. فمهم انك يكون عندك حساب وباسورد وتدخل عليه وتشوف حتى البرامج اللي انت نزلتها يعني من 5 3 سنوات. انا تقريبا معهم الحين لي 3 سنوات استخدم برنامجهم وجدا ممتاز. هذه المؤثرات، المؤثرات احنا كل هذه بعضها انت تمتلكها المفروض انها تنزل عندك هنا، وبعضها تشتريها مختلفة طبعا من 40 دولار الى 45 دولار. الى بعضها يجيك بندل، بندل يعني شوف زي هذا، يكون فيه اكثر من باكج للمؤثرات. راح تشوفون وش المؤثرات اللي متكلم عنها بعدين، مؤثرات خطوط مختلفة بتشوفونها، يسمونها يعني اللي تشوفونها دائما في عمليات الاخراج في الفلوج مع الفلوجرز او المخرجين. هذه هي يسمونها المؤثرات اللي تكون اصلا يعني تكون يا يعني خاصه في مثلا مبرمجين معينين او شركات معينه، زي ما طلعت اول ما طلعت الخطوط كان على يعني حتى سميت بخطوط القناه الفلانيه، هي نفس الشيء. هذه يكون فيه باكيجات، يكون فيها قلنا خطوط، يكون فيه باك جراوند مختلف، يكون فيه ترانزيشن بين الشرائح. انتم يمكن هذا الكلام كله مو مفهوم، بس بعدين لما يعني اشرح لكم راح تعرفون ان شاء الله، تتذكرون كلامي ان شاء الله في هذا الموضوع. ودي اسعارهم اذا بتشتري منهم. بعضها احنا اصلا يعني عندنا موجوده زي هذه، احنا اشتريناها. شوف حتى لو تلاحظون هذه الباكجات اللي خاصة في المؤثرات على يعني لما تعمل مونتاج خاص الفيديوهات راح تستفيد منها وراح تشوفها في شيء مختلف. هم خصصوا هالمؤثرات لكل يعني كل صاحب شغلة خصصوا له مو شيء معين. يعني مثلا البزنس، هذا يسمونه البزنس باك، او يعني نقول حزمة اهل رجال الاعمال، ولا الانترو حقت مسلسلات تلفزيونيه. لو ترجع فوق تلقاها، شوف هذه حقت اديوكيشنال مثلا، اديوكيشنال سيت حق يعني الناس اللي يهتمون في التعليم مو بس المدرسين، الناس اللي مختصين في الفاشن بلوج.
هذا البندل يناسبهم، فهم اشتغلوا على الناحية هذه. الله أكبر. بس لازم تعرفون إن في الباكيج هذه كلها يعني فيها أحجام كبيرة، يعني فيها مؤثرات، وفيها يعني مؤثرات يكون حجمها كبير، زي هذا اللي احنا بننزله الحين 1.4 جيجا، ما هو سهل يعني. تخيل 1.4 جيجا، احنا ما نزلنا ولا 10% منها. فهذا هو البيرسونال سوت او الفيديو سوت 2022. من هنا تقدر تطلب الدعم اذا احتجت، من هنا تغير اللغة اذا بغيت، لكن للأسف لا يدعم اللغة، مو بلا يدعم، ما في لغة عربية، لكن ايه تقدر تكتب فيه عليها، راح تشوفوا ان شاء الله اللغة العربية فيه. ومن هنا اذا عندك استفسارات وتبغى تدخل مركز المساعدة، انك تبحث عن انت بنفسك عن اجابة، ومن هنا لحسابك. طبعا من هنا لما تدخل راح تدخل رقم الحساب اللي انشأناه في البداية، راح ندخله من هنا، وراح ندخل الباسورد، فيطلع عندك زي ما احنا دخلنا الان حساب، طلع عندنا البرامج اللي احنا نملكها، هذه البرامج اللي احنا نملكها، هذه هي البرامج اللي احنا نملكها مع البيرسونال لايسنس اللي خاص فينا. وهذه المؤثرات اللي عندنا، حتى شوف هو بدأ ينزل واحد، لان اصلا نزلته، فانا بنزل الثاني الان من عنده. شوف بدأ ينزل الثاني، هذا هو. وهذه اشتراكات السنوية اذا عندك اشتراكات، اسئلة عندك، سبورت، هذا هو. بس هذا هو الماي اليور اكاونت، يعني في الفيديو سوت 22، هذا جديد، شيء جديد ما كانت موجود اول. اول تنزل مفافي فيديو اديتور بس الحالة وخلاص تمشي. فهذه هذا هو زي ما قلنا لكم، يطلع زي المكتبة الجامعة لكل شيء. اذا عندك ملفات فيديوهات انت صورتها تظهر هنا، او تحت ماي فايل، او انها بس لازم انك اذا ما تحتاج تفضيها بين فترة وفترة، لان راح تاخذ من مساحة التخزين عندك. يقول لي انت موجود already have this back، يعني موجود خلص، اوكي انتهيت، يقول ان عندك موجود. هذه البرامج كنا اللي احنا نستخدمها اللي موجودة عندك، تقدر مجرد انك تضغط open فيفتح لك اياه، يفتح لك، اسف، لما تضغط هذا edit video، edit video يعني تاخذ فيديو وانت تحرره، لما تضغط open يطلع لك على الفيديوهات اللي عندك وتختار واحد منها، وراح يفتحها في الفيديو editor، او انك تنشئ مشروع جديد نيو بروجكت. هذه تحويل الفيديو، اذا بتحول فيديو، صيغ الفيديو، هذه اذا بتسجل من الشاشة الفيديو، مجرد انك تضغطها بيطلع لك زي الماوس، تحدد فيه المكان اللي تبي تسجله وتفلته، بعدين يبدا يسجل هو. هذه طبعا تلتقط من كاميرا، او انك من في اتش اس او تي في. في اتش اس تدرون شو الفي اتش اس؟ هذه فيديوهات الاشرطة، الفيديو الطويلة، تذكرونها قديمة، هذه الفي اتش اس. هذه سبليت فيديو، سبليت فيديو ايضا مزيه انه يقسم لك الفيديو اذا تقسمه او تبي تحذف من جزء منه، او مع ان هذه راح تشوفون اصلا في الفيديو اديتور كل هذه يسويها سبليت فيديو. واتش فيديو هذا يكون كمشغل لك، انك تقدر تشغل يعني اي فيديو عندك موجود، هذا واتش فيديو. ريكورد فيديو جيمز، حتى هذا يسجل لك، لكن هذا مدفوع اعتقد، لازم تشتري، انا ما هو موجود عندي. ايضا هذا شكله تراي رياليزيشن كرتون، هذه ممتازه، هذه يسوي افلام كرتون لكنك لازم تشتريه. والفيديو اديتنج سيرفيس هذا عندنا، وهكذا تحويل ملفات الصوت، مع ان تحويل فيه في موقع اسمه فري اونلاين، اظن انه فري اونلاين كونفرتر، يحول لك فيديوهات كل شيء يحولها لك بدون ما تشتري برنامج. يعني اذا مشتري هذا عشان تحول فيديو وحول صوتيات، لا، ادخل على فري اونلاين كونفرتر تلقى موجود فيه. يعني يحول لك صيغ كثيره، وورد، بي دي اف، ميديا، كل شيء، كل شيء يحوله هناك. هذا يسجل طبعا الصوت، اذا بتسجل صوت تتكلم على فيديو عندك مثلا تشرح. هذا البيرن اوديو تو سي دي، هذا البيرن اوديو تو سي دي، هذا ينسخ الافلام والملفات على سي دي. بيرن يعني ينسخ، هذا ناسخ. بلاي ميوزك، كونفرت ايمج، تحويل، تشغل هذا طبعا زي مشغل موسيقى. هذا كرييت سلايد شوز، هذا للبي بي تي، اللي عندهم يحبون، ما جربته بس هذا واضح يعني من كرييت سلايد شوز، انك تقدر تسوي
كعرض عرض بي بي تي يعني باوربوينت بشكل فيديو، ممكن نشرحها فيما بعد يعني لو جت فرصة. والفوتو اديتنج، موفافي فوتو مانجر، كل هذه مدفوعة، هذا جديد يقول لك فوتو اديتنج، مع انه يعني احنا راح نتكلم في الاشياء المهمة. هذه هي الواجهة الانترفيس، وراح ندخل على البرنامج بعد شوي بشكل ادق او في الجزء القادم. الافكتس قلنا لكم هي المؤثرات، كل هذه مؤثرات. ستوك كونتنت، هذه محتوى يملكونه ناس، لكنك انت يملكونه ناس، وموفافي امتلكت هذا المحتوى، انت ممكن انك تشتريه باي ناو باي ناو وتضيفه عندك على الموفافي، فيصير حصري لك او ان ملك لك، يعني او ان ملك لك ولغيرك يشتريه. هذه كل هذه موجوده، احيانا يعني تكون في الانترو حقك، احيانا يعني يكون في الباك جراوند. اللي حاس انه ما هو فاهم وش انا اقول، راح نتكلم فيها ان شاء الله بعدين في يعني في الفيديوهات القادمه. الاونلاين كورسز هذه كلها تتكلم توتوريال، يعني جولات. موفايب في توتوريال يشرح لك كيف البرنامج يشتغل، اكثرها فري فري فري، هذه مدفوعه، هذا يعطي. في ناس اكيد عملوها الفيديو سوت تريننج كورس، يعطون فيديو يعني يشرحون على الفيديوهات هذه، يبيعونها للناس اللي يشترونها. شوف اكثرها فري فري. هذا تقريبا الانترفيس حقت الفيديو. نروح للبرامج، حنا نروح لاهم واحد عندنا، الفيديو اديت فيديو، يعني انك تفتح اذا عندك يعني بروجكت جاهز انت حفظته، او انك تبي تخلق واحد جديد. لا، احنا بنخلق واحد جديد، ووريك مياه. لما نخلق تضغط كذا يطلع لك هذا بالشكل هذا.